اهلا وسهلا بكم يا شباب، معاكم محمد الجمان من تيم 5 ميديكس، وهنتكلم النهارده باذن الله عن المحاضره الرابعه عندنا في الفسيولوجي مديول الفاونديشن. هنتكلم النهارده عن موضوعين مهمين جدا. هنتكلم اول حاجه عن حاجه اسمها كومبوزيشن اوف هيومن بودي، توزيع الجزيئات اللي موجوده في جسمنا، وهنتكلم كمان عن حاجه تانية اسمه موضوع الهوميوستاسيس او الاتزان. اول حاجه عندنا هنتكلم عن الكومبوزيشن اوف هيومن بودي. هنتكلم اول حاجه عن الميه اللي بتكون موجوده في جسمنا. قال لك ان هما جم يقيسوا المايه في جسم الشخص، لو مثلا مختلف ما بين فيميل وميل، جم مثلا يقيسوه عندك مثلا في شخص تخين لقوه مختلف عن شخص نحيف، جم يقيسوه مثلا في شخص كبير في السن لقوه مختلف عن شخص او طفل لسه صغير. فراحوا جايين عاملين ايه عشان يحلوا المشكله ديت؟ راحوا جايين واخدين افريج، راحوا جايين واخدين حاجه متوسطه من كله. اول حاجه عملوا التجربه دي على ميل وادلت، يعني اللي هو كبير ولا هو صغير، والوزن بتاعه كان 65 كيلو جرام، يعني لا هو نحيف قوي ولا هو سمين قوي. لقى كمية المية بتكون تقريبا 60% من جسمه بيكون عبارة عن مية. يعني ايه 60% من وزن جسمه؟ يعني مثلا 60% من 65 كيلو جرام، لو احنا اعتبرنا ان الكيلو جرام يساوي 1 لتر، هيبقى تقريبا 40 لتر. يعني التوتال بادي ووتر اللي موجود في جسم الشخص ده بيكون عبارة عن ايه؟ بيكون عبارة عن 40 لتر. طيب عملنا ايه بالحاجة ديت؟ قال لك بقى قعدنا نوزعها. قال لك ان انا عندي المية زي ما احنا خدنا في اول محاضرة خالص، ان المية بتختلف عندي، في شوية بيكونوا موجودين بره الخلية، في شوية بيكونوا موجودين جوه الخلية. الاغلب يا جماعة او اتنين او التلتين من المية، التلتين من الاربعين لتر دول بيكونوا موجودين عندي جوه الخلية، تقريبا 25 لتر. يعني 25 لتر من الاربعين لتر بيكونوا موجودين عندي جوه الخلية. طيب الباقي؟ قال لك ان الباقي بيكون موجود عندي بره الخلية، الاكسترا سيلولار فلويد، وتقريبا بيكون التلت. يعني كام تقريبا؟ يعني 25، يعني 40 ناقص 25 هيدينا 15 لتر. طيب اللي بره الخلية بيكون موجود عندي في اكتر من مكان، يعني انت عندك في شوية بيكونوا موجودين مثلا جوه البلاد فيسل، اللي هي جوه الايه؟ جوه البلاد فيسل، جوه الاوعية الدموية، ده بنسميه انترا فاسكولار، ده بيكون جوه البلاد فيسل، بيكون تقريبا 3 لتر. طيب قال لك في بعضهم بيكونوا انترستيشال. انترستيشال يا جماعه يعني حاجه بتكون ما بين الخلايا، يعني هي شايفه دي خليه وخليه، احنا زي ما احنا خدنا في اول محاضره خالص ان الخليه زي عاده جبنا مسبح كده وحطينا فيه شويه ناس، انت واصحابك قاعدين في المسبح، فاصحابك دول بيمثلوا الخلايا والمسبح ده بيمثل الانترستيشال فلويد، هو بيكون تقريبا 12 لتر. في بقى كميه ضئيله 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 جدا اسمها ترانس سيلينر، كمية صغيرة جدا تقريبا 500 مللي لتر، عشان كده حتى ما دخلناش في الحسبان. احنا قايلين ده 15 لتر وهي تقريبا 12 و3، يبقى كده قفلنا ال 15، بس في 500 لتر صغيرين بيكونوا برضو موجودين بره الخلايا في حاجة اسمها ترانس سيلينر، بيكونوا موجودين في أماكن. احنا عارفين إن في غشاء بيحوط عندي بالرئة اسمه البلورال ممبرين، بيحوط عندي باللنج، ده بيكون موجود في مية. عندك مثلا في غشاء بيحوط عندي بالقلب اللي هو الغشاء التموري، قال لك ده برضو بيكون جوه مية، ده برضو من ضمن الترانس سيلولار. عندك مثلا المفاصل بتاعتك بيكون عندك حاجه اسمها ساينوفيال فلويد، ساينوفيال فلويد، ساينوفيال فلويد ده سائل زلالي بيكون موجود عندي ما بين الايه؟ ما بين المفاصل، عشان يسهل الحركه بتاعت المفاصل. طيب تعالوا نخش على الحاجه اللي بعدها كده، اتكلمنا عن الميه، هنتكلم بقى دلوقتي عن البروتين. قال لك ان 18% من جسمك بيكون عباره عن بروتين. طيب قال لك ان ال 18% دول بيكونوا متوزعين على كل الجسم، أعضاء وخلايا وحاجات كتير بيكون موجود فيها بروتين، بس أكتر مكان بيكون موجود فيه بروتين هو السكيليتال ماسل، العضلات بتاعتك. عشان كده لما شخص بيحب يربي عضلات، الشخص المدرب أو كده أو الكابتن بيديله إيه؟ بيديله بروتينات، أو بيديله يقول له كل أكل مثلا فيه بروتينات كتير، كل مثلا فراخ معرفش إيه، عشان تزيد كمية البروتينات فيبني عضلات. طيب عندنا إيه كمان؟ عندنا الفات اللي هي الدهون. قال لك تقريبا 15% من جسمك بيكون عبارة عن دهون، وبيختلف بقى هل الشخص ده سمين ولا نحيف، بتختلف الكميه ديت، بس احنا قايلين واخدين افريج. افريج يعني كام؟ يعني شخص وزنه 65، يعني تقريبا الفات بتاعته بتكون ايه؟ طبيعيه، لا هي زايده قوي ولا هي قليله قوي. طيب ايه فايده الفات يا جماعه؟ قال لك ان الفات دي مفيده جدا معايا عشان حاجات كتير جدا. الفات هي الانرجي سورس، يعني ايه؟ قال لك ان هي بتستخدمها كمصدر للطاقه، بس مش يعني مش اي مصدر طاقه، مش في اي وقت، بنستخدمها في الوقت اللي احنا بنكون جعانين فيه، بنستخدمها كطاقه مختزنه، علشان لما نحتاج طاقه احنا ما عندناش اي طاقه دلوقتي، بنقوم جايين مستخدمين الفات ومكسرينها. طيب قال لك بتكون موجوده عندي فين؟ بتكون موجوده، انا عايزك يعني شخص مثلا قدامك سمين، عايزك تقول لي فين الاماكن اللي بيكون موجود فيها مثلا دهون؟
تقوم جاي لي مثلا تحت الجلد مثلا في المنطقة بتاعت الابدومين، المنطقة بتاعت البطن. طيب ايه كمان؟ قال لك كمان بيحوط عندي بحاجة اسمه السنترال نيرفس سيستم، الجهاز العصبي المركزي، يبقى هو بيحوط عندي بالجهاز العصبي المركزي. طيب عندك كمان في نوع من انواع الدهون اسمه الفوسفوليبيد، سمعنا عنه في اول محاضرة خالص وسمعت عنه بالتفصيل في الهيستولوجي. كنا بنقول ان الفوسفوليبيد ده بيكون موجود عندي فين؟ بيكون موجود عندي في السيل ميمبرين بتاع الخلايا. بس خلي بالكم يا جماعه، الفوسفوليبيد ده ما بنستخدموش كمصدر للطاقه، ده بيخش في التركيب بتاع السيل ميمبرين. ليه؟ قال لك ان انا عندي مش معقوله مثلا لما الشخص يكون جعان اقوم جاي مدمر السيل ميمبرين الغشاء بتاع الخلايا علشان اخد الفوسفوليبيد ده استخدمه كمصدر للطاقه، لا. الفوسفوليبيد ده بيكون ثابت ما بنكسروش خالص، يعني حتى لو الشخص ده هيموت ما بنكسرش الايه؟ الفوسفوليبيد ده كمصدر للايه؟ للطاقه. رابع حاجة هنتكلم عليها، هنتكلم عن المينرالز. قال لك إن تقريبا 7% من جسمك بيكون عبارة عن مينرالز. طيب قال لك إن أنا عندي 7% ده يعتبر رقم كبير جدا، إزاي المينرالز 7%؟ قال لك إن أنا تقريبا بيكون كل المينرالز اللي عندي، المعادن اللي عندي بتكون في سمول كوانتس، كميات صغيرة جدا، ما عدا حاجة واحدة بس اللي هو الكالسيوم. إشمعنى الكالسيوم؟ قال لك إن الكالسيوم ده بيكون موجود عندي في أكتر حاجة موجودة في جسمي اللي هو الإيه؟ العظم، بيكون موجود كمان في الأسنان، فعشان كده قلنا كلهم موجودين في كميات صغيرة ما عدا مين؟ ما عدا الكالسيوم. بس الكالسيوم اللي بيكون موجود عندي في العظم وفي الاسنان بيكون غير متأين. طيب احنا بقى دلوقتي مش يعني مش داخل معانا في الحسبه دلوقتي، احنا دلوقتي هنتكلم عن الايونات، فاحنا مش هنتكلم بقى، هنتجاهل الكالسيوم اللي موجود عندي في الايه؟ في العظم ده. طيب قال لك ان احنا عندنا الايونات بتتقسم عندي لحاجتين، ايونات موجبه وايونات سالبه اللي هي كاتاين وايه؟ وانايون. هناخد اول حاجه الكاتاين. بصوا يا جماعه، انتوا موجود عندكم في الكتاب مكتوبه الارقام والنسبه بتاعت كل واحد، هل انا مطالب ان انا احفظ الارقام ديت؟ قال لك لا، انا اللي مهم احفظه، بس مهم احفظ بس الايه؟ البوتاسيوم اللي موجود بره الخليه اللي هو بيكون 4، وعندك الصوديوم اللي بيكون موجود بره الخليه بيكون عباره عن 145، غير كده مفيش. طيب المهم بقى نعرفه ان احنا نعرف مين يعني الايون ده، هل هو موجود اكتر بره ولا اكتر جوه. اول حاجه ناخدها الصوديوم، قال لك ان الصوديوم بيكون موجود عندي اكتر في الاكسترا سيلولار فلويد، على عكس البوتاسيوم، البوتاسيوم بيكون موجود عندي اكتر جوه الخليه. طيب قال لك ان انا عندي الكالسيوم بيكون موجود اكتر بره الخليه، المغنيسيوم بيكون اكتر جوه الخليه. كده خلصنا الكاتاين، هنتكلم بقى دلوقتي عن الانايون. قال لك ان الانايون عندنا عندك الكلور، الكلور بيكون موجود عندي بكميه كبيره قوي بره الخليه. طيب عندك بقى حاجه تانية اللي هو الفوسفيت، الفوسفيت ده برضو انايون حاجه سالبه، بيكون موجود عندي اكتر جوه الخليه. طيب عندك البيكربونات، البيكربونات بتكون موجوده عندي اكتر بره الخليه. عندك البروتين اللي هو بيكون نيجاتيف بيكون اكتر جوه الخليه. طيب هي دي المهم، يبقى احنا لازم نعرف ايه اللي اكتر، هو اكتر بره ولا جوه. تمام، هنتكلم بقى دلوقتي عن الموضوع الرئيسي عندنا في المحاضرة بتاعتنا، هنتكلم عن الهوميوستيزيس أو عملية الاتزان. قال لك تعريف الهوميوستيزيس مهم جدا معايا، قال لك ده القدرة بتاعة الجسم هو يحافظ عندي على الانترنال انفايرومنت ثابتة. يعني إيه الانترنال انفايرومنت في الأول؟ قال لك الانترنال انفايرومنت لو احنا ترجمناها ترجمة حرفية معناها البيئة الداخلية. احنا بنقصد بيها ايه؟ احنا يا جماعة انت دلوقتي وانت قاعد دلوقتي البيئة الخارجية بالنسبة لك او البيئة اللي حواليك دي بنسميها الانفايرومنت، هل الجو حر، الجو برد، هل الشمس مثلا في غيوم كتير النهاردة، ده يعتبر الانفايرومنت او البيئة اللي حواليك. احنا عندنا البيئة اللي حوالين الخلايا اللي هي الاكسترا سيلولار فلويد، مش احنا قلنا ان الخلايا بتكون قاعدة عندي في مية تمام وحواليها مية مثلا في البلاد وفيها الحاجات ديت، فاحنا عندنا الانترنال انفايرومنت بتاعت الخلايا، البيئه اللي حوالين الخلايا دي هنسميها اكسترا سيلولار فلويد. يبقى انا لما اقول لك ان انا عايز احافظ على الانترنال انفايرومنت ثابته يبقى انا بتكلم عن الاكسترا سيلولار فلويد، بغض النظر بقى عن الحاجات اللي حوالينا. يعني مثلا لو انت الجو حر المفروض الجسم بتاعك مثلا بيعرق وبيطلع الحراره، لو انت مثلا الجو برد بتلاقي الجلد بتاعك بدا يكش كده ويكعمش كده عشان يمنع انك تفقد الحراره. يبقى دي حاجات بيعملها الجسم بتاعك علشان يكيف نفسه ويحافظ على الانترنال انفايرومنت او البيئه الداخليه بتاعتك يحافظ عليها ثابته. طيب ايه هي الحاجات اللي انا المفروض احافظ عليها ثابته؟ قال لك مثلا عندك التمبريتشر الحراره بتاع جسمك، البي اتش اللي هو المقياس بتاع الحامضيه والقاعديه بتاع الجسم، عندك مثلا الايونات اللي موجوده في جسمك تحافظ على التركيز بتاعها ثابت. طيب انا عندي القيم دي هل هي بتكون قيم ثابته؟ يعني مثلا الحراره لازم تبقى 37 لو 37.1 اموت، لو 36.9 اموت؟ لا، احنا ما عندناش القيم ما بتكونش ثابته، كل القيم اللي بتكون موجوده عندنا في الجسم بتكون عباره عن رينج، بتكون موجوده عندي في رينج، والرينج ده بيكون رينج ضيق.
يعني ايه؟ يعني انت عندك مثلا الحراره امتى تكون، انت تقول ان الحراره بتاعت الشخص ده نورمال من 36.6 لحد 37.1، دي تعتبر ان الشخص ده الحراره بتاعته تعتبر طبيعيه. يعني لو 36.9 يبقى الشخص ده طبيعي، لو 36.8 الشخص ده طبيعي. ليه؟ لان احنا عندنا القيم في الجسم ما بتكونش فيكسد فاليو، ما بتكونش قيم ثابته، بتكون عباره عن رينج. قال لك بقى ان انا عندي الرينج ده لو زاد عن الرينج ده، يعني انا مثلا لو بقت الحراره مثلا 37.5، ده بيحصل عندي نتيجه لايه؟ بيحصل عندي نتيجه لمرض، لاصابه، لتغير حاد. يعني مثلا واحد شخص مثلا راح جاي رايح القطب الجنوبي، تمام، يعني هيلاقي الحراره بتاعته نزلت قوي، يعني طبيعي الحراره بتكون تحت الصفر هناك، فالجسم بتاعك مش هيعرف يتحدى او مش هيعرف يعقم نفسه على الحاجات الشديده قوي ديت، تمام. فكل الحاجات دي يا جماعه احنا عندنا الحاجات بتكون موجوده عندنا في رينج. لو حصل عندي ان الحاجه دي زادت، ده بيكون نتيجه لمرض او اصابه، او مثلا البيئه الخارجيه بتكون صعبه قوي اكتر من ان الشخص يقدر ايه يتحملها. يعني مثلا في ناس مثلا في اللي بيكونوا في روسيا وفي كده، لما بيكون مثلا عندنا هنا مصر الدنيا حر قوي ممكن يموتوا فيها، يموتوا عندنا من الحر. ليه؟ نتيجه ان الناس دول مش متعودين على حاجه ديت. وقال لك ان انا عندي الحاجه اللي غير طبيعيه دي لو زادت عندي قوي ممكن تؤدي ان الشخص ده ممكن يموت. طيب هناخد مثالين بس على التغيرات اللي عندنا، هنتكلم عن الحرارة وهنتكلم عن البي اتش. قال لك إن الحرارة بتاعت الشخص لو زادت 7 درجات أكتر من الطبيعي، إحنا عارفين الطبيعي كام؟ 37، لو وصلت عند 43، وصلت ل 43، ده هيأدي عندي إن الميتابوليزم، عمليات الأيض اللي بتكون موجودة في جسم التكسير هيزيد أوي، هيزيد الميتابوليزم. يا جماعة عمليات الأيض بتلاقيها بتزيد أوي، يعني مثلا لما أنت بتلاقي الشخص مثلا بيعمل اكسرسايز بيجري، ليه بيجري؟ عشان يفقد وزن، عشان الجسم بتاعه يكسر الأكل اللي هو خده أو يكسر الدهون، هي دي بتسميها عمليات ميتابوليزم. فقال لك لو زادت عند الحرارة أوي أوي أكتر من الطبيعي 7 درجات مثلا، ده بيؤدي إن الميتابوليزم بيزيد أوي والخلايا بتتكسر. طيب عندك حاجة تانية، عندك مثلا البي اتش اللي هو معدل الحموضية القاعدي، قال لك إن المعدل الطبيعي بيكون 7.4، 7.4 الرينج بتاعنا من 7.3 ل 7.5، شايفين الرينج بيكون ضيق، الرينج بيكون ضيق. لو حصل وزاد عندي البي اتش نص درجه، نص، تمام، لو زاد عندي مثلا بدل ما هو 7.5 كده وصل ل 8، او مثلا لو قل عندي هنا 5 كمان مثلا بقى 7 فاصله بقى 6.9، تمام، ده هيؤدي عندي لايه؟ احنا عارفين ان البي اتش ده مهم جدا علشان حاجات كتير جدا، يعني عمليات الايض والحاجات اللي في جسمك كلها هتبوظ، تمام، وممكن يؤدي ان الشخص ده ممكن يموت. فانت عندك البي اتش وكل حاجه، كل حاجه احنا بنعملها علشان نحافظ على الجسم بتاعنا في البيئه الطبيعيه اللي هي في حاله الهوميوستيز، حاله الاتزان. يبقى احنا جسمنا بيحاول انه يحافظ على الحاجات بتاعتك او المتغيرات اللي بتكون موجوده عندك في النورمال ليفل بتاعها. طيب عندنا ملاحظه، قال لك ان انا عندي ايه اهميه ان انا احافظ على الحاجات دي في النورمال ليفل؟ قال لك علشان الخلايا عشان تعرف تؤدي الوظيفه بتاعتها على اكمل وجه وتخليك بني ادم طبيعي زي الفل كده، لازم يكون عندك الحاجات كلها تكون موجوده عندي في قيم طبيعي، عندك الاكسجين، عندك الجلوكوز والايونز والامينو اسيد والبي اتش وما اعرفش، كل الحاجات دي لازم تكون موجوده عندي في ايه؟ في قيم ثابته او في رينج ثابت ما يعلاش عن الطبيعي، تمام. طيب ايه اللي الجسم بتاعنا بيعمله او الهيموستاتيك كنترول ميكانيزم، ايه اللي الجسم بتاعنا بيعمله علشان يحافظ عندي على الهوميوستاسيس او عمليه الاتزان على اكمل وجه؟ ناخد مثال صغير، الحراره، انت لما الحراره بتعلى او جسمك، جسمك بيعمل ايه علشان يرجع الحاجه دي للطبيعي؟ قال لك ان انا عندي لما الحراره بتعلى الجسم بتاعك بيكون عندي هنا كابيلاريز بتكون موجوده عندي تحت الايه؟ تحت الجلد، تمام، ده الجلد اهوت، ودي الكابيلاريز اللي بتكون موجوده تحت اللي هي الشعيرات الدمويه. بيعمل عندي ايه الجسم يا جماعه؟ قال لك ان الجسم بيقوم جاي موسع عند الكابيلاريز دي، زود كميه الدم اللي داخله جوه، شايف هنا الكميه دي اهي، احنا جايين موسعينها فزادت كميه الدم اللي داخله جوه، فالدم لما بيدخل عندي جوه هنا بيقوم جاي مطلع عند الحراره، مصرفها مخليها تطلع عندي عن طريق الايه؟ عن طريق الجلد. يبقى انا عندي لما الحراره بتزيد الكابيلاريز بتوسع، بيحصل لها دايليتيشن، بتوسع وتقوم جايه مطلعه عند الحراره بره الجسم. يبقى دي من الحاجات اللي بيعملها الجسم عشان يحافظ عندي على الهوميوستيز. طيب لو حصل مثلا ان جزء او عضو حصل ان هو فقد الوظيفه بتاعته، يعني حصل فشل كلوي، الكبد مثلا ما بقاش عارف يؤدي الوظيفه بتاعته على اكمل وجه، القلب، اي حاجه، يحصل عندي ايه؟ هل انا مثلا الرئه مثلا لو حصل اي حاجه هل انا مش هتنفس وهتني عايش وخلاص كده؟ لا، انت عندك لما بيحصل اي خلل في اي عضو موجود عندك في الجسم بيعاني كل الخلايا، كل الاعضاء التانيه برضه هي كمان بتعاني. ليه؟ قال لك مثلا ان انا عندي مثلا نفترض ان الكليه مثلا باظت، الكليه دي اللي بتطلع عندك السموم، السموم دي هتتراكم عندك في الكبد، هتتراكم عندك في اماكن كتير انها مش عارفه تطلع، فانت عندك بمعنى اصح يعني الحديث ده جاء من 1400 سنه، اذا
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فانت عندك لو حصل اي عضو او اي خليه فقدت الوظيفه بتاعتها، الجسم كله عندنا هيعاني. طيب قال لك ان انا عندي المعاناه دي هتختلف على نوع الحاجه اللي اتفقدت. لو كانت ديس فانكشن، يعني الخليه مثلا او الكليه مثلا نفترض ان هي فقدت الوظيفه بتاعتها بس مش كليا، جزء من الوظيفه بتاعتها، حصل عندي مودريت ديس فانكشن. ديس يا جماعه كنا خدناها معنى كلمه سوء، وفانكشن يعني وظيفه، يعني حصل ان الوظيفه بتاعتها فقدتها بس مودريت مش قوي. هيحصل عند الشخص ده ان هو مثلا هاي بلد. طيب لو حصل اكستريم، لو حاجه دي زادت قوي يعني فقدت الوظيفه بتاعتها مثلا بالكامل، قال لك ان الحاجه دي ممكن تؤدي ان الشخص ده ممكن يموت. يبقى الاكستريم هيؤدي الى الديث، المودريت هيؤدي الى مرض. تمام. طيب قال لك بقى ان انا علشان تحصل عندي عمليه الهوميوستيزيس وكنت في جود هيلث، في صحه جيده، لازم كل حاجه في جسمي تؤدي الوظيفه بتاعتها على اكمل وجه، من اول اصغر خليه لحد اكبر اورجان موجود عندك. طيب قال لك ان انا عشان يحصل الحاجه ديت ومفيش كل مش كل واحد يتصرف عندي من دماغه، ربنا عمل عندنا كنترول سيستمز او انظمه بتتحكم عندي في عمليه الهوميوستيزيس، او وظيفتها الاساسيه ان هي تحافظ عندي على الهوميوستيزيس. زي ايه كلمه هوميوستيزيس؟ زي ما قلنا مثلا التركيز بتاع الصوديوم، التركيز بتاع الهيدروجين، الايونات، النيوتريشن، السبستنس، كل الحاجات اللي بتكون موجوده عندي في الجسم يحافظ عليها بتركيزها الطبيعي، لان اي خلل في اي حاجه منهم ممكن يؤدي عندك الى ايه؟ الى مرض او اي حاجه. ويستحمل كمان التغيرات الخارجيه، يعني لما يحصل اي تغير خارجي يقوم جاي يرشد الجسم او يقول له اعمل كده وما تعملش كده وما اعرفش، يعني يوجهه ان هو دايما يحافظ على عمليه الهوميوستاسيس. من هم التو كنترول سيستم اللي عندنا دول؟ قال لك ربنا عمل عندنا كنترول سيستم، اول واحد عندنا اللي هو النيرفس سيستم اللي هو الجهاز العصبي، تاني حاجه عندنا اللي هو الاندوكراين سيستم اللي هو الجهاز بتاع الغدد الصماء. هما الاثنين بيتحكموا عندي في الهوميوستاسيس وبيمنعوا عندي ان يحصل عند الشخص ده هوميوستاتيك امبالانس. الهوميوستاتيك امبالانس ده بيحصل عندي مثلا نتيجه لديسيز، لما يحصل عند الشخص ده مرض او انجري او اي حاجه، ده بيؤدي عندي الى ان الهوميوستاسيس عندي بتتضرر، يعني بدل ما يكون الكفتين متساويتين يحصل عمليه عدم اتزان. هي ده ايه؟ الهوميوستاتيك امبالانس. طيب هناخد كل واحد بقى منهم بالتفصيل دلوقتي. لكن النيرفس سيستم ده بيؤدي الوظيفه بتاعته عن طريق ان هو بيطلع عندي اشارات عصبيه، لكن الاندوكراين سيستم ده بيؤدي الوظيفه بتاعته عن طريق ان هو بيطلع عندي هرمونات. عندك النيرفس سيستم ده للحاجات اللي محتاجه عندي سرعه، لكن الاندوكراين سيستم للحاجات اللي مش محتاجه عندي سرعه. الاكشن بتاع الاندوكراين سيستم بيكون قوي بس ايه؟ بس بطيء. زي ما قلنا الاكشن بتاع النيرفس سيستم بيكون سريع بس بيكون اقل قوه من الاندوكراين سيستم. طيب هناخد مثال على كل واحد. قال لك عندي مثلا مثال في الاندوكراين سيستم، عندك الثايرويد جلاند اللي هي الغده الدرقيه بتطلع عندي الثايرويد هرمون. ايه وظيفه الثايرويد هرمون يا جماعه؟ قال لك ان الثايرويد هرمون ده بيزود عند الميتابوليزم اللي بيكون موجود عندي في الجسم، عمليات الايض اللي بتكون موجوده عندي في الجسم، وبيعلي عندي الحراره. طيب عندك ايه الهرمون كمان اللي بيطلع عندي؟ عندك مثلا اللي هو الانسولين. الانسولين بيطلع من البنكرياس من جزر لانجرهانس. قال لك ان انا عندي الانسولين ده بيتحكم عندي في الجلوكوز ميتابوليزم، عمليات التكسير والبناء بتاعه الايه؟ الجلوكوز. مين اللي بيتحكم فيها؟ اللي هو الانسولين. طيب ناخد مثال على النيرفس سيستم. قال لك ان انا عندي النيرفس سيستم يا جماعه الجهاز العصبي، اشهر مثال بيكون موجود عندي اللي هو مثال الشمع. انت مثلا لما ايدك تقرب من الشمع وتتلسع تقوم انت جاي باعد ايدك على طول، مين اللي خلاك تبعد ايدك على طول؟ قال لك ان اللي خلاك تبعد ايدك ده النيرفس سيستم او الجهاز العصبي. شايف السرعه؟ يعني انت تخيل مثلا لو انت اتاخرت على ما ترفع ايدك هتلاقي ايدك اتحرقت، فانت يا دوبك اول ما حسيت بالحاجه راح جاي حاصل انك بعدت ايدك على طول. طيب ده بيحصل عندك ازاي؟ قال لك ان انا بيكون موجود عندي في الايد شويه سنسورز، حساسات او ريسبتورز، مستقبلات بتستقبل عندي الاشاره ديت، فتقوم جاي مطلعه عندي حاجه اسمه ايه؟ اسمه افرنت. الافرنت ده يقوم جاي رايح عندي للسي ان اس اللي هو السنترال نيرفس سيستم اللي هو الجهاز العصبي المركزي، اللي هو بيكون عباره عن حاجتين، البرين اللي هو المخ والسباينال كورد اللي هو الحبل الشوكي، يقوم جاي رايح ليه. فالبرين ده عباره عن البص او الرايس بتاعنا، يقعد يفكر يا رب اعمل ايه، الايد اتلسعت من النار، اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه، يقوم جاي واخد المعلومات ديت ويقوم جاي يقعد يفكر بقى مع نفسه كده، وبعد كده يقوم جاي محدد القرار بتاعه ويقوم جاي قايل ايه، قاعد حاجه اسمه افرنت نيرف. افرنت والافرنت ده بيكون موتور، يقوم جاي رايح مثلا موديه عندك للعضله ويخلي العضله تقوم جايه ايه، يخلي ايدك تبعد عن النار. يبقى حصل عندي ريسبتورز حست، راح جاي طالع عندي افرنت افرنت افرنت، ده حاجه داخله كده رايحه عندي للمخ، ويقوم جاي المخ يقعد يفكر يشوف هيعمل ايه، ده الانتجريتيف سيستم ده اللي بيقعد يفكر، يقوم جاي مطلع عندك الاوتبوت او الموتور، يقوم جاي مودي عندك حاجه موتور تؤدي عندك الوظيفه ان هي تبعد عندك ايدك عند النار. كل ده بيحصل عندك في اقل من ثواني، انت بتتلسع دلوقتي تقوم جاي شايل ايدك، ده كله في الوقت ده حصلت اكتر من حاجه. تمام.
طيب قال لك ان انا عندي في حاجه هناخده في يعني في اخر باذن الله في اخر الموديول ده اسمه الاوتونوميك نيرفس سيستم، اللي هو الجهاز العصبي اللي بيكون لا ارادي، لا ارادي حاجه بتكون معناها كلمه انفولانتري يا جماعه. يعني ايه؟ يعني انت مثلا هل انت بتعرف تتحكم عندك في النبضات بتاعت قلبك، هترول القلب بتاعك يا قلب انبض ولا ما تنبضش؟ هل انت مثلا تقدر تقول جاي رايح عندك مثلا للمعده بتاعتك تقول لها يا معده اشتغلي وما تشتغليش؟ لا، الحاجات دي بتكون حاجات بتشتغل لا اراديه، بتكون تحت التحكم بتاع الاوتونوميك نيرفس سيستم، وهناخده بالتفصيل باذن الله في اخر المديول ده. تمام. طيب تعالوا نخش في الحاجه اللي بعدها. طيب اللي احنا استنتجناه بقى يا جماعه من كل الكلام اللي ورا ده، ان احنا عندنا اي كنترول سيستم سواء كان اندوكراين سيستم او نيرفس سيستم لازم يكون بيتكون عندي من ثلاث حاجات اساسيه. ريسبتور حساس يحس عند التغير في البيئه الخارجيه، لو حصلت اي مشكله او اي حاجه هو اللي يقوم جاي يحسس الحاجه دي، ويقوم جاي رايح قايل على طول الكنترول سنتر او الرايس بتاعنا يروح يقول له في مشكله او اي حاجه. طيب وتاني واحد لازم يكون موجود عندنا برضو في الكنترول سيستم، لازم يكون موجود عندنا ايه؟ يكون موجود عندنا كنترول سنتر رايس، او بص نرجع له بمشاكلنا يعني نقول له احنا عندنا مشكله كذا، هو بقى يفكر ويحلها لنا. القرار اللي هو بيتخذه ده بيقوم جاي رايح مطبقه على مين؟ على الافكتور اورجان او العضو اللي هيأدي عند الوظيفه، سواء كان مثلا حاجه عضله مثلا يقول العضله شيل ايدك عن الشمع، او يقوم جاي رايح للغده يقول الغده دي افرز الهرمون الفلاني او طلع الهرمون الفلاني. يبقى احنا عندنا اي كنترول سيستم بيتكون عندنا من ريسبتور، كنترول سنتر، وافكتور اورجان اللي احنا هنأدي عليه الوظيفه. طيب قال لك ان القرار اللي بيتخذه الكنترول سنتر ده او البص بتاعنا او الرئيس بتاعنا بيكون عباره عن حاجه من حاجتين، يا اما بيكون نيجاتيف فيدباك او بوزيتيف فيدباك. يعني ايه كلمه فيدباك؟ فيدباك يا جماعه معناها القرار الذي هو اتخذه، معناها القرار اللي هو خده. يعني ايه؟ يعني هو لما شاف الاستيمولس وشاف المشكله اللي حاصله عندنا راح جاي متخذ قرار، القرار ده يا اما هيكون نيجاتيف فيدباك يا اما بوزيتيف فيدباك. ايه معنى الحاجه دي يا جماعه؟ قال لك النيجاتيف فيدباك يعني انا مثلا لو جاي الاستيمولس بيقول لي مثلا ده مستوى الجلوكوز عالي قوي، مين اللي حس مستوى الجلوكوز عالي؟ شويه سنسورز او حساسات موجوده عندنا او ريسبتورز، فالريسبتور دي راح جاي راح للكنترول سنتر، الحق الكنترول سنتر ده احنا عندنا مشكله خطيره جدا الجلوكوز عالي، يقوم جاي رايح عامل عندي ايه؟ يقوم جاي رايح مقلل عندي الجلوكوز. يبقى ده معناه نيجاتيف فيدباك، ما جات له حاجه عاليه فراح جاي هو ايه مقللها، يبقى النيجاتيف فيدباك جات لي حاجه عاليه وانا قللتها. طيب هو البوزيتيف فيدباك راح جاي مثلا جاي له حاجه قال له الحق يا معلم ده مستوى الجلوكوز عالي، فراح جاي رايح للكنترول سنتر شويه حساسات حسيته وراحت للكنترول سنتر، الكنترول سنتر راح جاي متخذ قرار، القرار بتاعه ان هو يعلي عندي الجلوكوز زياده، يعني الجلوكوز عالي وهو علاه كمان زياده. تمام. بس ده ما بيحصلش مع الجلوكوز، بيحصل في امثله ثانيه، دي مثال للتقريب بس. يبقى النيجاتيف فيدباك جات لي حاجه عاليه وانا قللتها، او جات لي حاجه قليله وانا علتها، يا عملت العكس، يبقى حاجه قليله وانا علتها او حاجه عاليه وانا قللتها. البوزيتيف فيدباك ده جات لي حاجه عاليه وانا علتها زياده، او المفاجاه بقى لو جات لي حاجه قليله وانا قللتها زياده. تمام. يبقى انا البوزيتيف فيدباك ده ماشي في نفس الاتجاه، يا اما جات لي حاجه عاليه او هو جات لي حاجه عاليه وانا رحت جاي معليها زياده. تمام. رحت جاي معليها زياده، او جات لي حاجه قليله وانا رحت جاي مقللها كمان زياده. تمام. النيجاتيف فيدباك العكس، جات لي حاجه زايده وانا رحت جاي مقللها، جات لي حاجه قليله وانا رحت جاي ايه مزودها، هو ده النيجاتيف فيدباك. اغلبيه الحاجات اللي بتكون موجوده عندنا في الجسم بتكون عباره عن نيجاتيف فيدباك ميكانيزم، البوزيتيف فيدباك دول بيكون عباره عن حاجتين بس، الحاجتين دول بيكونوا موجودين عندي في الفيميل، في الفيميل اللي هو في الايه؟ في الانثى. يبقى انا البوزيتيف فيدباك بيكون موجودين كمان في اثناء فتره الحمل، هي دي الحاجات بس اللي بيكون عباره عن بوزيتيف فيدباك، لكن اغلبيه الحاجات اللي موجوده في جسمنا اللي هي نيجاتيف فيدباك. تمام. طيب هناخد امثله بقى دلوقتي عليهم. قال لك ان النيجاتيف فيدباك ده بيكون في اوبوزيت دايركشن. يعني ايه كلمه اوبوزيت دايركشن يا جماعه؟ يعني اوبوزيت تو الاستيمولس، يعني لو جاله الاستيمولس عالي بيقلله، لو جاله الاستيمولس قليل بيعلي. على عكس البوزيتيف فيدباك، البوزيتيف فيدباك يا جماعه انتبهوا ليه اسمين تانيين، اسمه كاسكيد وفيشيس سايكل. طيب هل انا مهم احفظ الاسماء التانيه؟ قال لك اه، ممكن في الامتحان يجي لك اقول لي ايه هو الكاسكيد، اقول لي ايه هو الفيشيس سايكل، الدايره المفرغه. تمام. طيب هتقوم جاي قايل له ايه؟ يعني انت ممكن تكون حفظت الكلام كله ده وذاكرته صم 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 وجميل جدا وكل حاجه وحافظها تمام التمام وفاهم الموضوع فل جدا، لكن تيجي في الامتحان ما نسيت تحفظ الاسم التاني، يبقى انت ضاع عليك السؤال انك ما انتش عارف الاسم التاني. والحاجات اللي بتكون ما بين اقواس مهمه جدا يا جماعه، حاولوا تركزوا عليها لانهم بيركزوا عليها جدا في الامتحان، وبالاخص القسم بتاع الهيستولوجي بيحب الحاجات دي جدا، اي حاجه بين قوسين يقوم جاي ايه؟ جايبها لك على طول في اول حاجه. تمام. طيب قال لك ان زي ما احنا قلنا ده بيكون اوبوزيت دايركشن، التاني بقى بيكون في سيم دايركشن، لو جات له حاجه عاليه بيعليها زياده، لو جات له حاجه قليله بيقللها زياده، ده البوزيتيف فيدباك. قال لك ان انا عندي النيجاتيف فيدباك ده بيكون موست كومن، يعني ايه؟ يعني اغلبيه الجسم بتاعي بيكون بيعمل عندي نيجاتيف فيدباك ما بيعملش بوزيتيف،
البوزيتيف ده بيكون نادر، ما بيحصلش غير في شويه احداث نادره، وغالبا بيكون في الفيميل. يعني المثالين المشهورين اللي عندنا موجودين في الفيميل اثناء الولاده واثناء الرضاعه. طيب تعالوا ناخد الامثله اللي موجوده عندنا. قال لك ان انا عندي المثال على النيجاتيف فيدباك، قال لك ابسط مثال عندي لما الخليه بتزيد الاكتيفيتي بتاعتها، بتزيد عمليات القيد اللي جوه الخليه، بيطلع عندي ناتج ثانوي اللي هو الكربون دايوكسيد. فلما يطلع عندي الكربون دايوكسيد من الخلايا يتراكم عندي في الاكسترا سيلولار فلويد. احنا قلنا الاكسترا سيلولار فلويد دي الانترنال انفايرمنت بتاعتي، لازم نحافظ عليها ثابته. فهنعمل عندنا ايه؟ يوم جاي الجسم، يوم جاي رايح حاصل جاي عندي ستيمولس، الستيمولس ده يحس عندي ان الكربون دايوكسيد دي زايده قوي. يوم جاي رايح لمين؟ رايح للبص بتاعنا اللي هو البرين، يقول له الحق يا معلم ده الكربون دايوكسيد زايده زايده قوي زايده قوي، نعمل ايه نعمل ايه؟ يوم جاي البرين يقعد يفكر، يقوم جاي رايح عندي للافكتور بتاعنا، مين الافكتور؟ يوم جاي رايح عندي للرئتين، يزود معدل التنفس. فلما يزيد معدل التنفس يبقى يعني ايه؟ هاخد اكسجين كتير واطلع سي او 2 كتير. فالكميه الزايده اللي هي السي او 2 دي تقوم جايه طالعه عندي بره الخليه، ويرجع عندي المعدل بتاع الكربون دايوكسيد للنورمال ليفل بتاعه. ده اسمه ايه؟ نيجاتيف فيدباك. جالي ستيمس ان هي عاليه فقللتها. طيب البوزيتيف فيدباك، قال لك ان البوزيتيف فيدباك ده بيحصل عندك اثناء الولاده زي ما احنا قلنا. قال لك بيحصل عندك ايه؟ قال لك ان انا عندي اليوترس بيقعد ينقبض ينقبض ينقبض، اللي هو الايه؟ الرحم ينقبض ينقبض والبيبي جوه. تمام. فلما ينقبض يقوم جاي حاصل عندي ايه؟ يزق عندي البيبي جوه، يوسع عندي السيرفكس، ده بيكون اسمه السيرفكس او العنق بتاع الرحم، فيوسع عندي العنق بتاع الرحم، فالعنق بتاع الرحم يقوم جاي واسع عشان ينزل منه البيبي، شايف؟ الراس بتاعت البيبي تبدا تنزل. فقال لك ان انا عندي العنق ده بيكون موجود فيه ستريتش ريسبتور، ريسبتور بتكون حساسه للتمدد، لما السيرفكس ده يتمدد يقوم جاي باعت عندي اشاره، يقوم جاي باعت عندي اشاره لمين؟ لغده عندنا اسمها الغده النخاميه او البيتيوتري جلاند، يقوم جاي باعت عندي الغده النخاميه اللي هي البيتيوتري جلاند يبعت لها اشاره. فالبيتيوتري جلاند دي غده، والغده بتفرز عندي هرمون، تقوم جاي مطلعه عندي، بيفرز عندي هرمون او مطلعه عندي هرمون اسمه اوكسي توسين، اسمه اوكسيتوسين. الاوكسيتوسين ده يا جماعه اسمه الهرمون المسرع لعمليه الولاده. بيعمل عندك ايه؟ قال لك ان الهرمون ده اول ما يتفرز يقوم جاي رايح عندي على العضلات بتاعه الرحم، يزود الانقباض بتاعها كمان زياده. يعني انا عندي الانقباض كان زايد وزق عند البيبي، هعمل ايه دلوقتي؟ اقوم جاي مزود كمان مره الايه؟ الانقباض. فافراز الاوكسيتوسين هيؤدي الى زياده الانقباضات، فهيؤدي ان البيبي هيقوم جاي نازل ايه؟ نازل لتحت. يعني يقوم جاي البيبي ايه؟ نازل. يبقى احنا ايه الكلام كام مره؟ البيبي اهو حصل في اليوترس حصل شويه انقباضات، يعني الانقباضات دي زايده ادت ان البيبي نزل، فوسع عندي السيرفكس عمل عندي ستريتش، فالستريتش بعد عندي اشاره للبص بتاعنا او الرايز بتاعنا او الكنترول سنتر اللي هو مين؟ البيتيوتري. فاتخذ قرار ان هو افرز عندي اوكسيتوسين، الاوكسيتوسين راح عندي لليوترس اللي هو الافكتور، راح جاي رايح له وخلاه يزود عمليه الانقباضات، فخلى البيبي يقوم جاي ايه؟ نازل. فهي دي العمليه دي بالظبط. قال لك اهو نقرا كده الكلام مع بعض، لكن انا عندي اليوتراين كونتراكشن زايد قوي زايد، فحصل ان البيبي راح جاي ايه؟ الراس بتاعته راح جايه طالعه كده، وسعت عندي السيرفكس، السيرفكس لما وسع راح جاي حصل له ستريتش، فراح جاي رايح للبيتيوتري جلاند اللي هي الغده النخاميه اللي هي الماستر جلاند اللي عندنا، راح لها خلاها تفرز عندي الاوكسيتوسين هو الهرمون المسرع لعمليه الولاده. راح جاي الاوكسيتوسين لما زاد راح جاي رايح عندي العضلات بتاعت الرحم مزود الانقباض بتاعها كمان زياده، فده خلى ان البيبي يقوم جاي ايه؟ نازل. ده اسمه بوزيتيف فيدباك، الكونتراكشن كان زايد فهو كمان زوده زياده. اخر حاجه هنتكلم عليها هنتكلم عن الانتجريشن اوف بادي فانكشن. شوف يا جماعه احنا عندنا الجسم بتاعنا ما بيشتغلش كل واحد مننا لوحده، كلنا بنحط ايدنا في ايد بعض وبنحاول نقدم الوظيفه بتاعتنا انك تخلي الجسم بتاعك عايش على اكمل وجه. يعني الكبد بيساعد الطحال بيساعد الرئه بيساعد، ما كلهم ما بيقدوش وظائف عكس بعض. لما احنا خدنا في اول محاضره خالص بنقول الجسم بتاعنا جسم جميل، كل واحد منهم بيشتغلوا عشان حاجه واحده بس، ان هم يطلعوا الجسم بتاعك في احسن وجه. تمام. طيب هناخد مثال على التناسق او التناغم ما بين اعضاء الجسم بتاعنا. اشهر مثال عندنا يا جماعه على التناغم بتاع العضلات اللي هو الماسكولار اكسرسايز اثناء التمارين. قال لك وانت بتعمل تمارين بتكون محتاج كميه اكبر من الاكسجين، محتاج تشيل عندك الكربون دايوكسيد اللي هو السي او 2، محتاج تزيل عندك الحراره او تشيل الحراره دي تطلعها عندك بره مثلا على صوره عرق او اي حاجه عشان الحراره بتاعت جسمك ما ترتفعش. قال لك ان انا السيستم او الجسم بتاعي كله بيتعاون مع بعضه عشان يعمل الحاجه ديت. طيب بيحصل ايه؟ قال لك اول حاجه انت محتاج ايه؟ محتاج اكسجين ومحتاج سي او 2. طيب قال لك ان انا اول حاجه الريسبيراتوري سيستم هيقوم جاي مزود عندي المعدل بتاع التنفس، فلما يزيد المعدل بتاع التنفس هاخد كميه اكبر من الاكسجين واطلع الايه؟ الكربون دايوكسيد الاكسس اللي هو الزايد. طيب ايه كمان؟ قال لك ان انا خدت الاكسجين خلاص اتنفسته، محتاج بقى ان انا اوصله للخلايا. مين الخلايا؟ مين الجهاز اللي كان بيوصل عندي الاكسجين للخلايا؟ اللي هو الجهاز الدوري اللي هو القلب والاوعيه الدمويه. كان بيعمل عندي القلب هيضخ كميه اكبر من الاكسجين، يعني هيضخ كميه اكبر من الدم، والدم بيشيل عندي الاكسجين يقوم جاي موديه عندي
للخلايا، يقوم جاي شايل عندي كمان الويست برودكت اللي جوه الجسم واللي موجود عندي في الايه في العضلات، يقوم جاي مطلعها عندي كمان بره. طيب محتاجين ايه كمان؟ قال لك محتاجين ان انت وانت بتعمل تمارين تكون الحركه بتاعتك سلسه. يعني مثلا شخص عادي يجي تخيل لو العضله راح جايه مثلا حصل لها ان هي وقفت او حصل لها اي حاجه، قال لك فاللي بينسق عندي الحركه بتاعت العضلات اللي هو البرين اللي هو الدماغ. طيب محتاجين ان الحراره اللي موجوده عندك الزياده دي تتشال، مين اللي هيشيلها؟ هيقوم جاي لما يزيد عندي الانتاج بتاع الحراره يحفز عندي الميكانيزم اللي بتقلل عندي الحراره، ومن ضمن الميكانيزم ديت زي ما احنا قلنا مثلا افراز العرق، انك تطلع عندك ايه العرق ده فيشيل الحراره الزايده. عندك مثلا الميكانيزم اللي احنا كنا قلناها اللي هي بتاعه الايه اللي هي بتاعه الكابيلاريز، اهي هناخدها بتاعه الكابيلاريز، الكابيلاريز تقوم جايه توسع 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 فتطلع عندك الحراره تقوم جايه مطلعها بره. كل دي ميكانيزم بتخلي العضلة تعرف تأدي الوظيفة بتاعتها على أكمل وجه من غير ما تتعب. ده مثال على التناسق والتجانس بتاع الجسم بتاعنا. وبكده نكون خلصنا المحاضرة بتاعتنا، شكرا ليكم جميعا وبالتوفيق. دي تعتبر الجزئية بتاعت الانترودكشن بتاعت الفسيولوجي اللي هي أول محاضرة، أول أربع محاضرات كده تعتبر خلصت. نتقابل بقى بإذن الله في آخر الموديول خالص في الأوتونوميك نيرفس سيستم. شكرا ليكم جميعا وبالتوفيق.